السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم يا أصدقائي؟ أتمنى يا رب تكونوا بخير. أهلا بكم أحمد صالح، وباستئناف عمل جديد ونشاط جديد في برنامج مايكروسوفت باوربوينت. أهلا بكم بعد العيد، وكل عام وأنتم ومن أحببتم بألف ألف خير. رح نبدأ ببعض تصاميم الإنفوغراف لحتى نطلع لمشاريعنا ومخرجات المشاريع عبر برنامج الباوربوينت لحتى تكون معنا غاية بالجمالية، ونوصل أفكارنا بطرق احترافية وأبداعية. رح يكون معنا اليوم تصميم إنفوغراف ثلاثي الأبعاد بإمكانيات جدا بسيطة في برنامج الباوربوينت. أصدقائي، قبل ما نبدأ تكرما ضغط مفتاح اللايك وترك التعليقات وتعمل شير لهذا الفيديو لتساهم معي بإيصاله لأكبر قدر ممكن من المستفادين. وأيضا إذا كنت ضيف جديد على قناتنا منتشرف فيك، اضغط مفتاح الاشتراك وفعل مفتاح الجرس ليصلك مني كل جديد. وتكرما لا تنسوا زيارتي ودعمي على قناة حكاية شغف، أكون جدا شاكر وممتن لزيارتكم لحكاية شغف. ويلا مع بعض لحتى نبدأ مباشرة بلقائنا لهذا اليوم. أهلا بكم أصدقائي مرة تانية في برنامج الباوربوينت. بعد ما قمنا بتشغيل البرنامج وأخذنا شريحة فارغة، رح ننقر باليمين وبتوجه إلى تنسيق الخلفية وبنختار تعبئة خالصة، وليكن معي مثلا بهذا اللون. رح أتوجه إلى أدراج، ومن أشكال رح نأخذ المستطيل يلي زواياه مستديرة، وبنقر مع السحب لحتى أرسم مستطيل بمساحة معينة، يعني وليكن معي بهذا الشكل. الانحناءات اللي بالزوايا رح نزيدها للأخير حتى نحصل على هذا الالتفاف. رح اختار لي الشكل بدون إطار، وبختار له لون من نفس العائلة اللونية، لكن عندي اياه بأكشف حتة مثل ما انا شايفين بالضبط يا أصدقائي. رح اضغط كنترول زائد دي يعني ديبليكيت أو تكرار، وبكرر الشكل مرة تانية. رح نقوم بتصغير الشكل وليكن معي مثلا بهذا الحيز بالضبط. اختار منه كنترول زائد دي نسخة تانية، ومن قائمة التنسيق عندي استدارة بختار استدارة 90 درجة، وبنقر مع السحب وبضع الأشكال بهذا المكان وهذا التطابق بالضبط. رح أسحب الشكل الثاني ليكونوا معي بهي الحتة مثل ما أنا شايفين يا أصدقائي حتى أحصل على هذا الشكل بالضبط. هذا الشكل بعمله تكرار كنترول زائد دي وبسحبه لهون تماما لحتى نحصل الآن على هذا الشكل. بحدد مع مفتاح الكنترول الأشكال الثلاثة، أضغط كنترول زائد دي من الكيبورد أو بنكر مع السحب لحتى نعمل تكرار مرة تانية من الشكل، وبننكر باليمين ونعمل التجميع لهذه الأشكال. بختار الاستدارة عمودية وبنكر مع السحب لحتى أرسلها وين يكونوا معاي بهذا المكان يا أصدقائي. نرجع بنحدد الأشكال الثلاثة وبختار كنترول زائد دي ديبليكيت أو تكرار، وبكرر الأشكال معي يكونوا معي مثلا بهذا المكان يا أصدقائي. برجع بختار شكل علوي نسخة ثانية وبنقر مع السحب وبجعله بهذا المكان تماما. برجع بختار نسخة ثانية من الأشكال الثلاثة كنترول زائد دي وبسحبهم على هذا المكان. راح أختار الأشكال الثلاثة بعضه البعض كنترول زائد جي، ودول الأشكال الثلاثة كنترول زائد جي، والأشكال الثلاثة كنترول زائد جي. بضغط مفتاح الكنترول وبحدد الأشكال الثلاثة، وبنختار محاذاة إلى الأسفل، هيدي محاذاة إلى الأسفل لحتى نضبط المحاذاة مثل ما أنا شايفين بالضبط يا أصدقائي. وهدول الشكلين العلويات بختار المحاذاة إلى الأعلى لحتى نضبطهم أيضا بالضبط. الحد الزائد عندي من هذا الشكل بنكر مع السحب لحتى نحن نرجع نضبطه بالشكل الافتراضي أو بالمساحة الافتراضية مثل ما أنا شايفين بالضبط. الآن بحدد الكل وبنكر مع السحب وبجعلهم بوسط الشريحة، وبختار لألون جروب أو كنترول زائد جي لحتى يكونوا معاي شكل واحد. بعمل لألون نسخة تانية كنترول زائد دي النسخة الأولى، ومن التعبئة رح نختار لألون لون أكشف شوي يعني معاي هذا اللون، واللون الافتراضي الشكل الثاني أو الأشكال التانيين رح نتركهم مثل ما هني وبنضعهم معانا بهذا الشكل لحتى نحصل على هيئة 3D أو ثلاثي الأبعاد أو الظل والإضاءة بتنعكس على الحواف مثل ما أنا شايفين يا أصدقائي بالضبط. رح نتوجه إلى إدراج، ومن أشكال رح نختار المستطيل وبنكر مع السحب لحتى أرسم مستطيل معاي بهاي المساحة. خلنا نكبر لحتى نشوف معانا بالضبط
بالضبط كيف رح يكون معنا بهذا الارتفاع وهذا العرض. بختار الألوم بدون إطار، والتعبئة بحتاج يكون عندي تعبئة متدرجة، تعبئة متدرجة. اللون الأول بجي بختار اللون الخلفي مثل ما أنا شايفين بالضبط، واللون الثاني بدي يكون عندي من نفس لون التعبئة، عفوا بختار أداة شافط الألوان من نفس لون التعبئة تماما. طبعا بالاتجاه بختار يكون عندي يمين يسار مثل ما شايفين بالضبط، ورح نزيد النقطة السوداء أو الغامقة حتى إضافية بهذا الشكل. والفكرة بهذا الموضوع حتى نحصل على تداخل الأشكال يا أصدقائي، رح أختار كنترول زائد دي من نفس المستطيل، ومن قائمة التنسيق ومن الاستدارة بنختار انعكاس أفقي، وبنكر مع السحب لحتى نضع بالشكل المقابل أو بالمكان المقابل بالضبط يا أصدقائي مثل ما أنا شايفين، لحتى نحصل على مثل ما بنسميه تداخل الأشكال. رح حدد المستطيلين وبختار كنترول زائد دي منهم مرة تانية، وبنسحبون على هذا المكان، بختار كنترول زائد دي تمام، ومن قائمة التنسيق بنعمل انعكاس أو استدارة بمقدار 90 درجة يا أصدقاء. طيب رح اختار الشكل الأول عندي يلا هون، هذا الشكل الأول يكون عندي بهذا المكان، والشكل الثاني يكون عندي بهذا المكان. خلني أتأكد فقط أنه الأبعاد متساوية بالضبط تمام يا أصدقائي تمام. طيب رح نحدد كمان الشكلين مع بعض البعض، بضغط كنترول زائد دي لحتى نعمل ديبليكيت، وبجي بضعهم بنفس المكان بهذا الشكل تمام، لحتى نحصل أيضا على تداخل الأشكال، وبيكون رسمتي أصبحت جاهزة تمام. طبعا رسمة 3D أصبحت معي جاهزة 100% إن شاء الله تمام. طيب الأشكال أصبحت جاهزة، وإيحاء 3D وتداخل الأشكال أصبح معي جاهز 100%. رح نتوجه الآن إلى أدراج، وبنختار من الأشكال المستطيل، وبنكر مع السحب لحتى أرسم مستطيل على قدر المساحة الفارغة بهذا المكان بالضبط بكل بساطة. عندي هاي الرسمة رح ننزلها درجة واحدة الأسفل فقط لغير، أمورنا كلها بالسليم وجاهزة. طيب نرجع إلى الرسمة الداخلية، نحن رسمنا هذا المستطيل، بختار الألوم بدون إطار، وبتوجه إلى تنسيقات الأشكال، ونختار لألو ظل داخلي، ظل داخلي، وعندي ضوابية راح نزيدها شوي ليكون معنا مثلا بهذا الشكل، ليكون معنا مثلا بهذا الشكل بالضبط. طيب بختار كنترول زائد دي نسخة تانية وبسحبها على هذا المكان، وأيضا كنترول زائد دي وبنسقطها بهذا المكان. إذا كان الحجم زاد معك بإمكاننا نعمل نقل إلى الخلفية، وأيضا كنترول زائد دي طبعا نزيدها حتى هون، كنترول زائد دي بنسقطها بنفس المكان، أيضا نعمل نقل إلى الخلفية، وكنترول زائد دي وبنسحب على هذا المكان، وبنختار نقل إلى الخلفية. بنحدد الشكل الأول أو المستطيل الأول، وبنجي إلى التعبئة وبنختار أداة أو اختيار اللون، وبختار اللون الأول من مربع الألوان اللي أنا كنت محدده الاستخدام بهذا التصميم أو بهيدي الشريحة. بختار اللون الثاني عفوا، نرجع نختار مرة ثانية اختيار الألوان، وبجي بختار اللون الثاني، وعندي هون اللون الثالث، وهذا بجي بختار اللون الرابع، وأخيرا اللون الخامس هذا اللون. بعد ما انتهيت من اختيار الألوان نتوجه إلى إدراج الأيقونات، سواء من أحد المواقع أو إذا كان إصدار 2019 متوفر عندك، في عندك ميزة إدراج الأيقونات أو أنك تتوجه إلى أحد المواقع، رح أترك في صندوق الوصف رابط لتحميل أيقونات بصيغة PNG. بإمكانكم تتوجهوا إلى الموقع ونكتب أيقونة أو أي شيء اخترع على بالك بالنسبة إلى موضوع المسمى، رح نكتب أيقونات تمام. بنبحث على أيقونة، في كتير من الأشخاص اللي سألوني أنه أنا بحمل أيقونة لكن عم بتكون معي يعني الصور بتضل منقطة، ما بحصل عليها صورة جاهزة كمفرغة يعني. خلني أختار صورة الكرة الأرضية، هذه الصورة، ونختار تنزيل بصيغة PNG فقط لغيره، لا تحفظ الصورة مثل ما هي هون يعني، لا تأخذ برينت سكرين أو تنزل الصورة من سيرش الجوجل من بحث الجوجل تماما. بجي بختار تنزيل بصيغة PNG فالصورة بتنزل معك مفرغة وما بيكون فيها هذه النقاط البيضاء فقط لغير، حبيت أعطيكم الملاحظة. ورابط الموقع رح يكون معنا موجود في صندوق الوصف أسفل الفيديو. أنا كنت محضر بعض الأيقونات، خلني أختار الأيقونات اللي أنا مجهزهم، وبختار كنترول زائد سي، وبنجي لرسمتنا وبختار كنترول زائد في، وبضع الأيقونات بالأماكن المناسبة لها. برجع بحدد كل الأيقونات
وبختار من قائمة التنسيق لون الألوان اللي يكون معي مثلا باللون الأبيض يا أصدقائي. طبعا أنت بيكون مجهز عنوان للسلايد أو للشريحة أو للعرض التقديمي اللي شغال عليه، راح تضيف العنوان بهذا المكان، وإذا في عندك نصوص التعداد راح تضيفها راح تكون معنا بهذا الشكل. عندي النص الأول هون، وعندي النص الثاني، وعندي النص الثالث خلينا نختاره هون، والنص الرابع راح يكون معنا هون تمام، والنص الخامس راح يكون معنا بهذا المكان. وبس اللي انتهينا من التصميم، بامكانك تعمل بعض الحركات او التاثيرات الحركيه لدخول هذه الكائنات. ما راح اطيل معكم بالفيديو كتير، ما راح ناخذ اي شيء عن تاثيرات الحركه، فقط حبيت نتعلم افكار التصميم والعرض. اذا حبيت تقدم افكارك بهذه الطريقه او اذا حبيت انك تعمل بعض الحركات، الامر جدا بسيط ومنه صعب، وسبق وشرحنا كتير عن اضافه التاثيرات الحركيه. اتمنى ان شاء الله اكون بهذا اللقاء قدمت لحضراتكم شيء نافع والجميل واللائق فيكم كالمعتاد. فتكرموا ما تنسونا من التفاعل والدعم، ترجو عني كل خير، وألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.